تعالي هنا رايحه فين؟ هاتيلي جوزك ونعالجه، انا راجل وتهمني المرجليه. شيل ايدك من عليا، سمك دمك. ايه عبد السلام لابس هدوم ديانه، لو شافوه تحت يمكن يحصل سوء تفاهم. ما انتش خايف من مسعود ابن عمي؟ اخاف؟ وادي الباب. اما انت عليك حته دين ندفة ابن عم اخ. طب تعالى بقى موريك بقيه العيله. لا 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 في عرضك. الادب. تاسف. تعالى نلحق صاحبك ده، اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هو ايه؟ هو اسمه ايه؟ تعالي بس. معلش. حاولي تنسي الموضوع ده لغايه ما اجيب له انا العلاج. اقوم ادور عليه. اقعدي. اشربي كاس واحد وابقي قومي. ويسكي؟ يا ندمت ما بشربوش. اشربي عشان تنسي الهم اللي انت فيه. انت مهتم قوي بجوزي كده ليه؟ ده لو بينه وبينه طار عالجه وبعدين ابجكته. يا حنين قوي. الست ممكن تتطلق وتتجوز، انما الراجل يعمل ايه يا ولداه؟ خايف على نفسك؟ ما تبصريش امك. ده كان ممكن تحصل اي طور. اشربي. لو شربت حسكر والباروكه هتطير واتكشف واروح في الكازوزه. لا اشربيه سك من غير كازوزه. وراس البرجاو الكبير اللي انت شربها مره واحده. الحقيقة يا امه. اشربي. حكايه جوزك دي خليها جسمي بينتفض. ده انا اللي بنتفض وقلبي هيوقف. اشربي عشان تنسي. وان شاء الله بكره هيرجع جوزك كما كان. حاسس بوجعتي يا حبة عيني. اشربي. هلو أحمد. هلو ليلى بنت عم مسعود. أوشانتي. ديانا ريفولي. هلو ميامي. اشربي ما تفكريش، خليها على الله وعلي أنا. اخصى عليك كفاية كده. اشربي موال ده كتير. اشربي. ليه بخيل وخالص؟ احنا مش عايزين نلعب. ماريا احنا عاوزين نفبرك الموقف ونطلع عبد السلام من المطب اللي هو فيه. طبعا يلا بينا. يلا يلا. خليك هنا يا احمد يا استاذ احمد. اقوم ادور عليه. اقعدي بكره يتعالج ويبقى زين. مدام ابو العيس ازيك يا حبيبتي؟ اهلا يا منى روحي. ازيك يا اختي؟ تعال تعالي. ازيك مدام ابو العيس؟ مين يا خبر ابيض بنت الغالي؟ ايه ده؟ ايه يا وليه ده؟ ايه؟ احمدي احمدي. ايه؟ يوجد خيشة، ما انتش خايف من سي مسعود؟ يخاف مني ليه؟ وعبو انا؟ اقعد يا احمد اقعد. مراتك حلوة قوي يا استاذ احمد. حلوة؟ انا حلوة وزي الفل. انا غنوة ببق الكل. انا حلوة وزي الفل. دي لازم يقوم قواب. المدام تعبانة، مش نطلعها اوضتها احسن؟ لا انا ليا معاهم كلام سر. عن اذنكم انا اقعد على الترابيزه دي. تعالي قومي. مع السلامه يا حبة عيل. قومي يا وليا. مع السلامه يا اخي. تعال اشوف وشك بخير يا نور عين. رواكي بقى يا وليا. الله يلا. السلام عليكم. وبعدين في المصيبه دي؟ ولا يهمك. هيعمل ايه؟ انا معاه مسدس يا مامي. ما تخافش، الدواء اللي هديهولك هرجعك كما كنت واحسن. هي قالت لك؟ ما تخافش سرك كبير. انا عارفك، ما يتبلش ببقك كوله. انا مش طلقتك، عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ طب والنبي انا مجردرك في المحاك يا ابن الكلب. كفايه يا ابو الخال. اقعد. ده راجل كتوم ومنكم عليكم وحافظ على الاسرار. لا دي فضيحه يا مسعود بيه، فضيحه. طب والنبي انا فضحت بحياه وحقيقي وعليا وعلى اعدائي. لا حقك عليا، حقك عليا. ايه يا صديق؟ راجل وست بتاعته. يلا يلا طب هو هي. يلا بص بص، هذا جزء من العلاج. يا عقل يا مجنون، ده بجيبه مسدس والحمد لله اللي جت على كده. انا حلوه وزي الفل، انا غنوه ببق الكل، انا حلوه وزي الفل. اهو كده البسمه للراجل المريض شفا اهم من العلاج. وادام جوزك راجل معقد سيكولوجي
يبقى لازم تعالجيه برضه سيكولوجي. صح، بينا بقى عشان تعالجيني سيكولوجي. اسمع، ايه؟ بكره فيش البيت لوحدك من غير مراتك. بس انا ما اعرفش عنوان. خلي عبد السلام يجيبك. انا؟ ايه؟ لا لا، انت لا، دي مواضيع رجالي ما صحش الحريم تتدخل فيها. يلا تليفون عشانك يا مسجل. عن اذنكم. اتفضل اتفضل. انتوا قاعدين مستنيين ايه؟ يلا يا عبد السلام شيل ايدك من عليا لخليك تاخد 16. انتي قومي. يلا انا حلوه وزي الفل. انا جدع بقى، انا جدع. الو، ازيك يا مسوده؟ مسعوده، انت مين بالظبط؟ انا معجبه. معجبه؟ طب وماله؟ المعجبات عندي على جفا من يشيل. انت مين فيهم؟ اخس عليك، وانا كنت فاهمة مفيش غيري. لازم اشوفك دلوقتي ضروري. دلوقتي مش ممكن، معايا واحد صاحبي هو ومراته عايشين في مأساه يا ولداه، وانا في وسطهم حمامة السلام. ممكن نتقابل بكرة؟ بكرة لا خالا، خلني يا بلاش. بلاش بلاش، يعني هتكون احلى من ديانا ولا ماريا. فوق البوز. ايه يا وليه ده؟ مش عارف ايه ده؟ لا مش عارف. سيكس يا وليه، اختشي ورايا شغل. تعال هنا، انت ايه حكايتك؟ كل يوم شغل شغل. ايه؟ حتى يوم الجمعة ما اقدرش اتأنس بيك. هو انا مش مراتك؟ ايوه. قول لهم مش موجود. موجود. لا مش موجود. موجود. مش موجود. موجود والنبي. مش موجود. موجود. موجود ولا مش موجود؟ دخلوهم اوضة الصالون وانا زي حالك. واحد تلاتة خمسة، يا نهار اسود، هو مخلف دول كلهم؟ صحته كويسة يا سيدي. انت هتحسدنا ولا ايه؟ حقك عليا يا صواريخ. الله اكبر على عينيك الوحشة. معلش يا صواريخ. لو هتقولي لابوك يا صواريخ. ولد، لو ما كنتش معاك كانوا فتفتوك فتافيت. اهلا وسهلا. اهلا 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 وسهلا. ازيك؟ ازيك؟ انجال سعادتك كانوا بيرحبوا بينا. هيا المؤدبين، هادين، لطاف، زي عصافير الكلابية طالعين لابوهم. الله يخليك. ايش يا ولد، تقعدوا هنا ولا في الهواء احسن؟ إيه، على كيف سعادتك. يبقى بره في الهواء. يلا بينا. يلا الله. يلا. تفضلوا. تفضل اقعد. اهلا وسهلا. تفضل يا احمد. تفضل. لا مؤاخذة. الأمانة بتاعتك ايه؟ وأنا؟ وأنا؟ أنت ايه؟ متشكر أوي يا مسعود بيه. ثلاث مرات في اليوم يخلوك زي الحديد. طب وأنا؟ ماليش أمانة زيه؟ أمانتي ايه؟ دي أسرار. أسرار ايه؟ ما أنا عارف أنتوا بتعملوا ايه؟ أنا عايز أبقى حديد زيه. أنت أكبر من الصلب ونابك أزرق، وأنا فاهمك وحافظك. الله يخليك. أحل أحل. تعال يا صواريخ. صواريخ بنتي في تانية ابتدائي. بتذاكري كويس يا صواريخ؟ كبة. كبة؟ أمهم معلماهم إنهم يخمسوا في وش اللي يحسدهم. ربنا يخليهم لك كده ويبقوا خمسوا سجاير ان شاء الله. ما انت عارف يا عبد السلام، ما هو كان بيذاكر لهم من حوالي سنتين. سنتين بالظبط. انما بقى لما الولاد كبروا منعته من دخول البيت. اما الايه، عاوز يذاكر لحماده ابن عمي. ده بعدك. مش جاري والجار اولى بالشفعه. المدرس اللي يذاكر لحماده لازم يكون راجل عجوز كباره ومبهدل كمان.